حادث مروري، قد تعتادون على مثل هذه الحوادث المرورية بشكل يومي، ولكن لن تجد حادث مروري في مقبرة وادي السلام. بس ذا شنو اسعف؟ ما اطلع الميت، بس يمكن يموت ابيهم. بابنا طبعا شوف الحادث وهاي المقل القبور ذني كلهم تفلشن. يعني الله اكبر يا علي، هذا الحادث هذا كارثه شباب والله العظيم. ما يبي لي قبور، هذا القبور بالفتحه الثانيه. يعني هو ضحك، يعني هو صح الموضوع صح، يعني محزن ولكن بنفس الوقت مضحك والله. يعني وين يروحون منكم بعد؟ راحوا للنجف الى مأواهم الاخير، راح بعد خلاص للقبر، للقبر ولحقتوه تداعمون ويم الميت وتفلشون قبره؟ عشان هاي يعني هي مقبره، انت ايش قد شنو تمشي؟ ايش قد شنو تمشي بالمقبره؟ سباق مال سيارات فورمولا 1 حلبه عندي اني، لك عيني مقبره، مقبره لها حرمتها، انت تمشي بيها لا وسيارتك مقلوبه فوقها، يعني ايش قد شنو تمشي؟ ايش قد شنو تمشي؟ سيارتك مقلوبه. بصراحة موضوع غريب جدا، حادث في مقبرة وادي السلام. هذا هو الفيديو اللي انتشر بشكل كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف بعض التعليقات حول هذا الموضوع. يقول عباس حتى الموتى ما مرتاحين بالعراق. اي والله حتى الموتى. ياندي يقول والموت خو ما صار عليهم شيء، حضرتك حشاش مو حشاش حضرت جنابك، الموت خو لا ما صار عليهم شيء، لا ما صار. ابو ليلياني يقول هذا الحادث من الشجرة الخلاط، حتى للميت ما يتعبون. والله صحيح بوجهة نظر من الشجرة الخلاط، روح فضلت راحت يعني حتى بدون جسمه. اخر تعليق يقول شنو القبر كان طالع رون سايد وما شفته؟ اي والله صدق، يعني شنو صوش بالقبر؟ صوش بالقبر كان طالع رون سايد. هذا هو الفيديو من حادث مقبره النجف اللي بصراحه يعني الله يكون بعون الناس اصحاب القبور على اللي على ما شافوه يعني.